بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بإذن الله في الفيديو ده عن الايرن ديفيشنسي انيميا. احنا قاسمين الفيديو على نصين علشان معلوماتها مهمة جدا، زائد هو فيديو كوندنسد شوية، تمام؟ معلوماته كتيرة. اول معلومة، الايرن ديفيشنسي بيقول لك ان ده is the most widespread and the most common nutritional disorder in the world. مهم جدا ان في نقص الحديد بالذات اشهر سبب على مستوى العالم هو الايه؟ الاندر نيوتريشن. خلاص. طيب الطفل لما بيتولد بيبقى الايرن ستورز بتاعته مليانه ايرن، تمام؟ فده بيكفيه لغايه 6 شهور، تمام؟ وتبدا لو في سوء تغذيه يبدا نقص الحديد يظهر من 6 ل 9 شهور. خلاص. يبقى الايرن ستورز ار يوجوالي سفيشنت فور بلاد فورميشن في اول من 6 ل 9 شهور من الايه؟ من حياه الطفل، تمام؟ عشان كده انيميا نقص الحديد بتظهر عند العمر ده، تمام؟ طيب الايرن ستورز ار ديبليتد سونر في مين؟ مين اللي الايرن ستورز بتاعته بتفضى بدري ويبدا يعاني من الايرن ديفيشنسي؟ الاطفال اللي هم البريماتيور اللي اتولدوا قبل ميعادهم، اللي نازلين وزنهم ناقص، لو بيرس انفنت، لو بيرس ويت انفنت، والانفنت ويز بيري نيتال بلاد لوس، تمام؟ فقد دم لسبب ما في الظروف اللي هي بيرينيتالي، تمام؟ طيب الايرن ديفيشنسي اند كورد كلامبنج، في علاقه بين الاثنين، في علاقه بين الاثنين، ان الكورد كلامبنج في منه حاجتين، يا اما ديليد كورد كلامبنج او ايرلي كورد كلامبنج، تمام؟ طيب الناس اللي بتعمل ديليد كورد كلامبنج بيقول لك ده من يعني مصنف من دقيقه لثلاث دقائق من الولاده، تمام؟ ده بيدي فرصة أكتر إن امبروف الأيرن ستيتس، تمام؟ وبيقلل الريسك أوف إيه؟ أوف أيرن ديفيشنسي، بلاد بيخش أكتر فحديد معاه. إيرلي كلامبنج أقل من 30 ثانية، لو نزل الطفل وربطنا الكورد قبل 30 ثانية ده اسمه إيرلي كلامبنج، وده بيعرض الطفل لإيه؟ لإن هو يحصل له أيرن ديفيشنسي إيه؟ أنيميا، خلاص؟ طيب ملحوظة، سبب الايرن ديفيشنسي انيميا في الديفلوبينج كانتريز ايه؟ هو الان اديكويت دايتري ايرن. انما في البلاد اللي هي الديفلوبد كانتريز هم ناس كتيرة بتستخدم الكاو ميلك، الكاو ميلك اصلا بيبقى فيه كمية ايرن قليلة جدا، تمام؟ فالاوفر كونسيومشن اوف كاوز ميلك مفيش ايرن فيه كافي، فبالتالي هي ايه؟ هيعرض الطفل ان هو يدخل في ايرن ديفيشنسي ايه؟ انيميا، تمام؟ طيب والكاو ميلك احنا بنخاف منه من حاجتين، ان الايرن كونتنت بتاعته قليله، زائد ان بيعمل كولايتس، تمام؟ بنسميه ايه؟ ميلك بروتين كولايتس، فبيحصل منه بلاد لوس، تمام؟ البلاد لوس دوت على المدى البعيد بيدخل الطفل في ايه؟ في ايرن ديفيشنسي. البوكس اللي على اليمين معلومات هامه جدا. اول معلومه، من 30 ل 50% اوف ذا جلوبال بوبيوليشن عندهم ايرن ديفيشنسي انيميا. رقم 2، الفول تيرم يونيت كونتين نص جرام ايرن، هوايل الادلت بيحتوي على كام؟ او في 5 جرام ايرن، معلومه مش مهمه قوي يعني. رقم 3 دي مهمه جدا، الدايتري انتيك اوف من 8 ل 10 مللي جرام اوف ايرن ديلي، ده مهم جدا تو مينتين ايرن ليفل، مهم. يبقى لازم الطفل ياخد على الاقل 10 مللي جرام ايرن ديلي، ده الديلي ريكويرمنت بتاعه علشان نحافظ على الايرن ليفل ايه؟ ثابت، تمام؟ رقم 4، اقل من 10% اوف دايتري ايرن از يوجوالي ابزوربد، عشان كده احنا هنحتاج ان احنا ناخد الايه؟ الكميه اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ طيب يعني احنا الطفل بياكل فود كتير فيه ايرن او بياخد ادويه فيها ايرن، اللي هيمتص 10 مللي جرام او اقل من 10% اوف دايتري ايرن از يوجوال ايه؟ ابزوربد. رقم 5، الايرن كونتنت از لو ان بوست في البريست ميلك والكاو ميلك الايرن كونتنت قليله، تمام؟ فلازم لو الطفل ده دخل في 6 شهور لازم ان هو يبقى ايه؟ يبقى سبلمنتد باي ايرن، تمام؟ طيب رقم 7، بريست فيد انفانت ار ات انكريز ريسك اوف developing iron deficiency anemia without، الا لو لم ان احنا ما ندخلوش يعني regular iron intake، لو اعتمدنا فقط على البريست فيدنج، تمام؟ طيله الست شهور دياتي بعد كده هيدخل في ايه؟ هيدخل في iron deficiency، عشان احنا قلنا البريست ميلك ايه؟ deficient من الايه؟ من الايرن، تمام؟ فلازم ندخل iron fortified foods
باي ايه؟ ايج اوف 6 مانثس. خلاص. رقم 8 وورلد وايد اندر نيوتريشن از يوجوالي ريسبونسبل فور ايرون ديفيشن زي ما قلنا. رقم 9 البلاد لوس لازم. اي طفل جاي بايرون ديفيشنسي انيميا ادور على البلاد لوس ما انساهوش. هو اشهر سبب الديكريز دايتري انتيك، ولكن البلاد لوس لا يغفل. فالبلاد لوس شود بي كونسيدرد ان ايفري كيس اوف ايه ايرون ديفيشنسي انيميا. تمام. طيب النيوميريت كوز اوف ايرون ديفيشنسي انيميا قلنا السبب المشهور والاول ديكريز دايتري انتيك. تمام. الورلد وايد كوز اوف ايرون ديفيشنسي انيميا از اندر نيوتريشن. في الديفلوبينج قلنا ان اديكويت دايتري انتيك، انما في الديفلوبد اوفر كونسيومشن لايه؟ للكوز ميلك. رقم 2 البلاد لوس لكذا سبب. لو الطفل ده اولدر تشايلد ودخل في مرحله الادوليسنت، لو جيرل يبقى ايه منسترال لوسز مشهوره جدا ان هي بتعمل او الادوليسنت جيرلز بيبقى عندهم ايه ايرون ديفيشنسي انيميا بسبب المنسترال لوسز ديت. تمام. ممكن يبقى عنده ريكرنت بيستاكسيز، ممكن الملاريا تعمل الكلام ده برضو عن طريق الانترافاسكولار هيموليسيز ويز هيموجلوبينوريا. تمام. طيب ده الايه ده الاولدر تشايلد والادوليسنت. انما ممكن يحصل الطفل يبقى يدخل في كرونيك ايرون ديفيشنسي انيميا باستمرار بسبب نزيف غير معلوم من الجي اي تي او مش ظاهر. تمام. هو بينزف والبلاد بينزل في الاستول بس مش متشاف، بنسميه اوكلت بلاد ان استول. تمام. ده ممكن يحصل مع حالات البيبتيك ألسر، مع الميكلز دايفرتيكولم، مع البوليب هيمانجيوما، ممكن انفلاماتوري باول ديزيز او اكسبوجر تو ايه زي ما قلنا هو الكاو ميلك بروتين اللي بيعمل كولايتس اللي بينزل معاها بلاد لوس. تمام. فكل الاسباب ديت تعمل اوكلت بلاد ان استول فتدخله في ايرون ديفيشنسي انيميا كرونيك. رقم 3 انفكشن. تمام. وبنخص هنا مين؟ البارازيتك انفستيشن، واهمهم الهوك وورم. تمام. الهوك وورمز دي دوده خطافيه، دي بتعمل ايه؟ بتمسك في الجدار الانتستين، زائد ان هي ساكس بتمتص حوالي نص ملي بلاد في اليوم. تمام. ده كرونيك فتدخله في ايه؟ في ايرون ديفيشنسي انيميا. ترايكورس والبلازموديوم. احنا قلنا ما ننساش الهوك وورم. في دوده ثانيه اللي هي الدايفيلوبوثريوم لاتم، دي بتعمل ايه؟ ميجالوبلاستيك انيميا. انما الهوك وورم بتعمل ايه؟ ايرون ديفيشنسي انيميا. رقم 4 امبيرد ايرون ابزوربشن. الايرون علشان تو بي ابزوربد من السمول انتستين محتاج جاستريك اسيد. تمام. طيب الحالات اللي بتقلل الجاستريك اسيديتي هيبقى معاه ايرون ديفيشنسي انيميا. زي مين؟ زي حد عمل جاستريك باي باس سيرجري، او طفل عنده اتش بايلوري. تمام. وتريتد بايه؟ بروتون بامب انهيبيتور بيقلل الايه الجاستريك اسيد. خلاص. او السيلياك ديزيز، ده بيقلل الامتصاص عن طريق الايه ان حصل دامج للفيلاي او اتروفي في الابسيليال لايننج بتاع السمول انتستين، ففي مال ابزوربشن هنا، وممكن كرونيك دايريا برضو. خلاص. كل ده يدخله في ايه؟ في ايرون ديفيشنسي انيميا. دي كل الاسباب. البوكس اللي على اليمين the ongoing loss of blood in stool can be prevented by طفل دخلوا له كاو ميلك فبالتالي دخل في ايرون ديفيشنسي انيميا. تمام. عشان ان هو الايرون كونتنت قليله، بس ما ننساش ان الكاو ميلك بيعمل كولايتس فممكن يعمل بلاد لوس. نمنع البلاد لوس ازاي؟ نرجع للبريست فيدنج، نقلل الانترودكشن اوف هول كاو ميلك في اول سنه، ناخره لبعد سن السنه. تمام. زين ليميتنج الكوانت ان هو ما ياخدش يعني ما يوصلش ل 24 اوز بير ايه بير 24 اور. تمام. طيب ان بي 2% اوف ادوليسنت جيل زي ما قلنا هاف ايرون ديفيشنسي انيميا بسبب المينسترال بليدنج، زائد ان في المرحله دي بيبقى ايه اكسلريتد جروث سبيرت. تمام. كلينيكال مانيفستيشن بقى مهمه جدا. الموست تشيلدرن ويز ايرون ديفيشنسي انيميا غالبيتهم بيبقوا اسيمتوماتيك. تمام. اند ار ايدنتيفايد باي روتين سكرين، عملنا سي بي سي لسبب ما. تمام. فلقينا فيها ايه مايكروسيك هايبوكروميك انيميا فشكينا ان دي ايرون ديفيشنسي انيميا. وده بيحصل امتى؟ السن 9 ل 12 مانث اوف ايج. احنا قلنا من 6 ل 9 شهور ده الايرون ستورز بتبقى خلاص بتفنش، ما لم ان ندخل الطفل فود معاه فورتيفايد ايرون. تمام. انما عند السن من 9 ل 12 شهر بيبدا واحنا بنعمل روتين سكريننج لسبب ما نكتشف الايه
الايرون ديفيشنسي انيميا. رقم 2 ان الموست ريكوجنايزد ساين في ايرون ديفيشنسي انيميا، الموست ريكوجنايزد كلينيكال ساين للايرون ديفيشنسي انيميا مين؟ البالور. والبالور غالبا سؤال مهم جدا لا ما يلاحظهوش الاهل. ليه؟ علشان ده عمليه سلو، تمام؟ فبالتالي مين اللي يلاحظه؟ الغريب اللي هو فريند مثلا او ريليتيف، ماشي. والبالور ده مش هيلاحظ الا لما الهيموجلوبين يقل لغايه كام؟ من 7 ل 8 جرام بير ديسيليتر. سؤال مهم، من 7 ل 8 جرام بير ديسيليتر يبدا يظهر البالور، تمام. طيب الاولدر انديفيدوالز مي ريبورت بعد كده اهو، ممكن يحس بكولد انتولرانس، مش متحمل البرد، فتيج، مع الاكسرسايز يحصل ديزنيا، تمام، والتركيز بتاعه يقل، ديكريزد منتال اكيوتي. رقم 4 في المايل تو مودريت كيسز من الايرون ديفيشنس انيميا اللي بتصنف بالهيموجلوبين من 6 ل 10 جرام بير ديسيليتر، بيبقى معاه مايلد ريتابيليتي از نوتد. لو الهيموجلوبين قل عن 5 يضاف على الريتابيليتي دياتي الشهيه تفقد، انوركسيا، تمام. فشكوى مشهوره جدا، طفل ما بياكلش، تمام، الشهيه بتاعته مفقوده ومعاها ليثارجي، تمام. ممكن وانا بالاكزامينيشن اسمع عليه سيستوليك فلو ميرمر، تمام، مشهوره جدا برضو. اف ذا هيموجلوبين كونتينوس تو فول، لو قل عن كده تاني هيدخل بقى في تاكيكارديا والهاي كاردياك اوتبوت فيلير. رقم 7 مهمه، ايه هي النون هيماتولوجيك سيستميك افكت بتاعت الايرون ديفيشنسي انيميا؟ هياثر على السي ان اس ان هو يعمل ايه؟ امبيرد كوجنيتيف فانكشن ان انفانسي. وخلي بالنا ان ممكن لو الموضوع تطور وطول الطفل يدخل في ايه؟ في irreversible cognitive defect، تمام؟ طيب ايه تاني؟ ان البريس هولدنج سبيل ربطوا بينها وبين الايرون ديفيشنسي، فلما ليوا ان لما عطينا الايرون البريس هولدنج سبيلز قلت خالص، تمام؟ فربطوا ما بين البريس هولدنج سبيلز والايه؟ والايرون ديفيشنسي. بيزود الريسك اوف سيجر اند ستروكس، دي يعني ستاديز مش دوكيومنتد يعني قوي، خلاص؟ اكزيربيشن اوف ريسترس ليج سيندروم، ده في الادلت مالناش دعوه بيها. رقم 8 مهمه جدا واطفال كتيره ممكن تيجي بيها، وغالبا اي بيدياتريشن اكيد شاف حاله او اتنين، بايكا اللي هم تيجي تشتكي ان هو بياكل حاجات ما تتاكلش، طباشير، ياكل استك، ياكل طين، تراب، ياكل اي حاجه ما تتاكلش، يبقى the desire to ingest non-nutritive substance ده البايكا. وفي شكوى مشهوره برضو بياكل تلج، تمام، بيجوفيجيا، تمام، the desire to ingest ice. وفي حاجه اسمها بلامبيزم. ايه البلامبيزم دوتي؟ من ضمن مشاكل البايكا ان هو ممكن ياكل حاجه فيها ليد، يبقى ingestion of lead containing substance due to بايكا اسمه ايه؟ بلامبيزم. البوكس اللي على اليمين مهم، ان البالور از موست ريدلي نوتد ان، اشوف البالور فين اهم الاماكن، البالمز والبالمر كريزس والنيل بيدز والكونجكتيفا، دول الاماكن اللي بيظهر فيها الايه؟ البالور. سؤال تاني، ليه الاهل مش بيلاحظوا البالور بتاع الايرون ديفيشنسي انيميا؟ علشان الديكلاين في الهيموجلوبين اوفر تايم سلو، يبقى بيكوز اوف ذا تيبيكال سلو ديكلاين، حاجه جراديوال مش ملحوظه، تمام. اول شخص يلاحظه مين؟ الغريب دايما، تمام. يبقى كده احنا ايه يعني المره اللي جايه نتكلم عن اللاب فايندينج والايه والمانجمنت والديفرنشال دايجنوزس.